جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا بعثت برسالة ورمزت إلى اسمها بالحروف باء عين، تسأل وتقول: ما حكم وضع الوصلة لتغطية جزء من الشعر وليس للشعر كله، علما بأن شعري به مرض في فروة الرأس؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك وتأمر غيرها بأن يصل شعرها. فالحاصل أن هذا لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته. وإذا كان الشعر فيه آفة وفيه مرض فإنه يعالج بالدواء النافع الذي يزيل الله به ذلك الأثر أو ذلك المرض، يعالج بغير الوصل.